الرسالة تاعنا اليوم من غلق المستشفى تاع إدارة بلدية مسعد، الرسالة هذه موجهة للوالي شخصيا. يا سيد الوالي، احنا رانا نلتمس منك التدخل العاجل. احنا راه المستشفى تاع مسعد راه ولا باطوار، ولا تسفحها فيها أكثر من الخدامة. عاد الناس هنا ذاك نجيب واحد عندي مريض هنا ندخلوا على كرش يموت، ندخلوا على ودنه يموت، ندخلوا على على نيفو يموت، مكسور يموت، راسه يموت. مالا ما ندخلش السبيطار، نروح ندير الدواوة تاع العرب. المستشفى هذا على راكم تصرفوا عليه ودخلوا في ميزانيات وفي دراهم كبيرة. علاه؟ ندخلوا له في مبالغ ماليه كبيره، علاه؟ باه يعالجوا بها للناس المرضى، ماهيش باه تتكل. الدراهم اللي تدخل هنا راه تتكل. احنا نطلب منك يا سياده الوالي تتدخل في وقت معناها وجيز، تعطينا حلول لهذا المستشفى نتاعنا. يا خويا المدير هذا اللي راه عندنا هنا مدير راه طاغيه، راه طغى مع النقابه نتاع النقابه هنا توكل فيها ود عاد وكلوا ببعضاتهم، مو شرور المرضى. احنا راكم اللي نشوف بينا رجال تاع البرلمان نتاعنا وراحوا، نتاع الولايه وراحوا، الشعب ذاك الضعيف ذا وين هذاك اللي احنا راه الوقفه نتاعنا راه متواصله حتى تجيبوا لنا الحلول تاع ذي المشاكل. اعطونا حلول ذي المشاكل، ما تخلوناش نخرجوا على الطاقه نتاعنا. احنا رانا سلميين وبعدين نخرجوا للشارع، رانا ماناش حابين نخرجوا للشارع. رانا في اطار سلمي غالطين المستشفى، مخلي المستشفى راه يمشي مسكرين الاداره. لقاونا حلول ويزم تدخل دوري، راني ماناش نحلو بيكم. رانا كل يوم نلتمسوا منكم ونقول لكم ضياف ربي بضياف ربي خلاص بلغ السيل والزبا، راه عاد اللي يدخل هنا يموت. راك قدوة جدال هذا عاد الواحد يدخل سكرير راك يموت. عدنا متخوفين من الشوكة نموت هنا. اعطونا حلول المشاكل، حبسوا هذ النقابات، هذ الناس ما تمص في الدماء تاع الشعب. راه لي بومبير هنا، ناس تاكل في لحوم البشر. اعطونا حلول المستشفى والتدخل العاجل، وبارك الله فيك.